واحد يقول لك يا اخي معقول رمضان من غير مسلسل؟ مسلسل تسعة يجيبوا لك مع التراويح. الناس ذاته عجيبين خلاص، المسلسل مع التراويح. تلقى الجماعة خلوا صلاة التراويح، ده قيام الليل. قيام الليل انت بتخليه عشان ثلاثة مصريين؟ واحد يقول لك الليلة الحلقة الأخيرة يا أخي، يا أخي معقول أخليها؟ يا ناس يا ناس، ما ممكن رمضان ده خليه الحلقة الأخيرة. رمضان ده شهر واحد في السنة، واحد. وأنت الليلة دي ممكن تقيم قيام الليل، ما هو التراويح دي صليت قيمة الليل. الله اختارك من الناس، عتقوك من النار. تيجي تقول لك مسلسل سوري، وفلان يقول لك الليله اسمه شفيقه ولا يقول له شنو؟ يقول لك طلقوها. يا اخي بتعمك انت مالك مال يا اخي؟ والله في ناس بيهتموا بحاجات، وانا اقول لك قولها. في ناس في سلسله تاريخهم بيكون حضروا لنا قال شيء 30 مسلسل وما استفادوا منها ولا حاجه. انت قال استفادوا منها شنو؟ المسلسلات دي لو حلال، لو حلال كويس والله ما بنستفيد منها اي حاجه. برا علمت اولادنا عدم الاحترام لوالدينهم وللكبير في الحله، ما استفدنا منها حاجه. واحد يجي ببساطه زول انت خليه ابوه ولا امه كويس، زول جارهم وزول كبير انت في السن، يقول لك يا عمك. عمك شنو يا اخي؟ يعني بكل ازدراء عدم احترام. ده تعلمه من وين انت قايل؟ منو اللي علمهم له؟ ده من المسلسلات. اتعلموا الانفلات من الاخلاق، اتعلموا الانفلات من الموروثات اللي نحن وجدناه في مجتمعنا. الاحترام، الزوج، المعامله الطيبه، المروءه. ما عندهم مروءه. والله انت عربيتك تتعطل في الشارع وتلقى الصبيان قاعدين هناك بعانوا فيك، لابسين هنا فوق وقاعدين بعانوا فيك. يا ناس مروءه ما عندكم؟ والله ولا اشتغلوا بك. بقول لك يا خليه يا نشوف حكايته في النهايه شو كان شنو يا اخواننا. ده كله من الفساد اللي تعلموا الناس من الحاجات دي كده. بس نادي لك واحد من الشباب اساله من الكوره، يقول لك كريستيانو منو كده ما تعرف؟ ولده يقول لك في سنه كده، وكان خطب سيرينيا وطلقوها منه. يا ناس ده ود عمك انت صحابي جليل بيعرفوه ولا يعرفه بالحته؟ لكن لو جيت سالته قلت له العشر المبشرين بالجنه هم كم ما بيعرفوا كويس؟ ما عنده رغبة، ده ما عنده فيه رغبة هو. لكن رغبته في شنو؟ بس يعرف لك الفنانين، واحدين بيعرفوا لك الفنانات، واحد بيعرف لك الرقاصات يقول لك فلانة ديك رقاصة كده، والرقاصة دي هي يقول لك لا يا أخي أصلا سورية هي، واتجنست يا أخي مالك مالك اتجنست يقول لك وأخذت الجنسية الألمانية. يا ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال عالم بأمر الدنيا، الدنيا دي بيعرفوها لك عرفك. وفي ناس دم حرام بيعرفها بالحرام، في ناس عرفها بالحلال بيعرفوها لك، يعرف لك الدنيا دي وتفاصيلك وكده، ويقول لك يا اخي الفتح التركي كان سنه كده، وما تعرف الانجليز طردون يوم كده، وكرري ماتوا فيها كده، وما تعرف تجيبها هنا كميه عارفه لك. ما كعب ده، لكن اعرف الاخره. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.